رشاتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلبت من الويب سايت بتاع ايفا شوية حاجات للبشرة والشعر، وفي حاجات جربتها وحاجات لأ. وسوري على صوتي علشان عندي برد، وده هيبان في اخر الفيديو ان انا صوتي مبحوح شوية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو حابين النوع ده من الفيديوهات قولوا لي، لو مش حابين وحابين بس الريفيوز يا ريت تقولوا لي في الكومنتات عشان ابقى عارفة انتوا بتحبوا ايه. ويلا بينا على الفيديو. اول حاجه جبتها هو الشامبو ده كان 400 ملي، ده بخلاصه الحنه والشعر العادي. هو انا بصراحه ما جربتهوش، هجربه واقول لكم عمل ايه في شعري. تاني حاجه جبتها هو الزيت ده، ماتش تاتش، ده بخلاصه الصبار، ده كان ب4 جنيه بحالهم. انا جبته مش عشان احطه كزيت للشعر استعمال يومي، انا جبته علشان احطه في خلطات زيوت للشعر او لحمام الكريم او استعمله قبل ما اخد شاور. لكن مش جايباه عشان استعمال يومي، لان الزيوت تقيله جدا على الشعر لو احنا استعملناها استعمال يومي، ده مش صح ابدا، فاكيد مش هعمل كده. طبعا انا طالبه القرد ده كله علشان اجيب واجرب الغسول بتاع ايفا الجديد بالهيرونيك اسيد، هو والسيرم بتاعه، لان انتوا دايما بتطلبوا مني اجرب حاجات من ايفا. ده لاين اسمه ايفا كلينيك. الغسول والسيرم كان ب100، هو انتي بتشتري الغسول، سوري بتشتري السيرم وعليه الغسول هدية. جربتهم لمدة اسبوع الاتنين وكانوا عاجبيني جدا، يعني رأيي مبدئي الاتنين بيرطبوا فعلا وبيخلوا شكل البشرة حلو. السيرم عجبني جدا، حجمه 45 ملي، والغسول حجمه هقولكم بعد شوية. الاتنين ريحتهم حلوة قوي، الغسول بينظف البشرة كويس والسيرم ريحته قمر وكمان شكله حلو قوي، واللون ده انا بحبه جدا. بجد مبسوطة ان انا جبتهم، شكلهم حلو قوي عاجبني، وكمان ريحتهم حلوة ومبسوطة وانا بستعمله. احنا كبنات بنحب الحاجة اللي شكلها حلو بغض النظر هي حلوة بغض النظر هي حلوة ولا لا. تعالوا شوفوا القمر الجديد ده. تخيلوا القمر دي 100 ملي كانت بحاجة و30 جنيه او ب40 جنيه، بجد ريحتها حلوة قوي 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 قوي. اصلا هي لونها سيمون مش لونها كده، بس مش عارفه ليه طلع كده في التصوير، وقعدت اصورها كتير جدا من كتر ما هي شكلها عاجبني ولونها تحفه وريحتها تهبل تهبل تهبل. ريحتها صيفي شويه، عجبني ان هي شكلها وريحتها والكواليتي بتاعتها مش باين ان هي سعرها رخيص ابدا، بالعكس شكلها شيك قوي. بجد ما كنتش متخيله ان هي هتبقى حلوه كده. كمان هي ريحتها قويه مش هاديه، وكمان بتثبت وبيفضل كده ريحة وقت طويل قوي. خلي كمان الباكج ده فيه ترافل سامبل من كذا حاجة هوريها لكم. اول حاجة ده شامبو ميني سايز، ده بصبار وزيت الاركان. طبعا انا اللي مجربتوش، انا اصلا اول مرة اشوفه، ممكن ابقى اجربه واقول لكم رايي فيه. ولو حد اصلا عارف ان هو حلو او كده يا ريت يقول لنا في الكومنتات. اللي بعد كده بي وايت للمناطق الحساسه كريم تفتيح، ده ميني سايز برضو. انا ده قبل كده جبته الفول سايز بتاعه ما استعملتوش، لانه كان فيه باريبان وكان فيه مواد مش صحيه، وكمان استعملته تقريبا مره او اتنين وما حسيتش باي نتيجه، فهحاول اجربه فتره اطول. مش عارفة هعمل ده ولا لأ، لأن أنا خايفة من المواد اللي فيه، فمش عارفة بقى. 10 جرام، وأعتقد برضو الشامبو 10 جرام، الشامبو برضو 10 جرام. طبعا أنا مجربتش الحاجات دي بس هبقى أجربها. ده كريم تفتيح بفيتامين بالفيتامينات، ده بيوحد لون البشرة وكده. انا مجربتوش قبل كده، وبصراحة اكتر حاجة عجبتني في السامبلز دي هي دي اللي ممكن اجربها بصراحة، بس برضو مش هجربها على وشي، هجربها على ايدي او على جسمي هيكون احسن. وده برضو 10 ملي.
وكمان الهير ماسك ده، حمام كريم، ده حمام كريم من ايفا هير ماسك، بس انا مش عارفه هو بايه، يعني اي ثينك بالصبار، انا ما فتحتهوش وبصراحه انا مش عارفه هو بايه. جالي حاجه ما استعملتهاش من يجي 20 سنه، هو الريموفينج ده، بحب الكريمات اللي من النوع ده، يعني احسن حاجه لازاله اي شعر مش حابينه او هير ريموفينج يكون بليزر او شيفينج او كده. الناس اللي بتحب السويت، بس انا للاسف عندي حساسيه منها، فانا ده مش هستعمل بصراحه، مش عارفه اعمل فيه ايه. يعني كان الفيديو، يا ربي الفيديو يكون عجبكم، بجد انبسطت جدا بالسامبلز والهدايا دي ما عدا كريم وان، بس تجربه حلوه قوي ان انا اشتري من الويب سايت، لانه بجد وصلوا بسرعة. كمان الشيبينج كان 20 جنيه، فدي كانت حاجة لطيفة جدا، وبجد ميرسي على الهدية، مبسوطة بيها. ولو انتوا جربتوا اي حاجة من الحاجات دي وبتحبوها قولولي في الكومنتات، وقولولي عايزين اجرب ايه منهم واعمله فيديو لوحده، واشوفكوا قريب.